قلت هي لفينا الدوحة والحين مشاهدينا خلنا نروح شاطئ الخور عند نديب محمد الفياض اللي موجود في المخيم الميداني الخامس للتدريب على إدارة الكوارث ونشوف وين وصل مع التدريب. معاك يا حمد. رجعنا لكم مشاهدينا من المخيم إدارة الكوارث بالهلال الأحمر. بيكون معاي اليوم أخوي خالد المري، هو المسؤول عن التدريب هنا. بس خالد، بداية تقول لنا إحنا إيش قاعدين نسوي؟ مرحبا أستاذ حمد، بداية أرحب بك، أرحب بالفريق قناة الريان ورحب فيكم في مخيم إدارة الكوارث الخامس اللي هو يقام على للسنة الخامسة على التوالي. اليوم أنتم معنا في برنامج المياه والأصحاح الوترن سانيتيشن، بروجرام كبير هالسنة متميز جدا بوجود منظومة مياه هي الكيت 5 مثل ما حضراتكم شايفين. هي البرنامج بشكل عام يركز على ثلاث محاور رئيسية، هو الاهتمام بالنظافة الشخصية، صحيح، توعية الأفراد المجتمع اللاجئين بشكل خاص، النازحين أيضا، ثم الاهتمام بتقديم نوعية المياه الصالحة للشرب النقية المعقمة، ومن ثم اللي هو عملية الإصحاح وطريقة تصريف المياه بطريقة صحيحة حتى أن إحنا ما نأثر على البيئة أو نسيء استغلال البيئة، ونساعد على دورة نحافظ على دورة الدورة اللي قاعدة تمشي فيها المياه بشكل صحيح. حلو خالد، الحين الشباب شو يسوون؟ ايش رايك نشتغل معاهم احسن على اساس ان مشاهدينا يشوفون احنا ايش قاعدين نسوي اكثر؟ اللي قدامك هذا هو الخزان، خزان الاوكسفام اللي هو بي جي اي تبعا، يا ريت الكاميرا تتبعنا شباب. هو جاي تبعا لمنظومه المياه اللي هو الكيت 5. ممكن ليش لا حمد باشر اذا سمحت. الان انت شايف الجماعه قاعدين بيربطون خزان، هو تنصيب الخزان عمليه غير معقده ولكن هي فيها تقنية عالية، فلذلك هو اسمه أوكسفام. أوكسفام، خزان الأوكسفام هو عالي الجودة جدا بحيث أنه يحتفظ بالمياه ذات مستوى عالي من التعقيم والنقاء، فلذلك هي يعني نوعية يعني ذات تقنية عالية، جودة عالية جدا. هاي يخدم كم شخص خالد؟ هو ثلاثة من خزان الأوكسفام في اللي هو وحدة الكيت 5 تخدم 5000 لاجئ، أو خلينا نقول 5000 مستفيد أو نازح أو لاجئ. نبدأ بالربط مع الإخوة. وهني الشباب قاعدين يربطون البراغي. بالضبط. معليش تفضل. شباب هو الان هذا هو البدايه، هو الفكره جايه كيف بانه ينزل للخزان تقريبا 50 ملي. الشباب الان قاعدين بيقفلوا، هذا هو الواجهه الاولى للخزان، بعدها يحكم بواجهه اخرى، واجهه ثانيه، بحيث انه يكون دبل بالضبط، يكون وجهين مش وجه واحد، هذا الوجه الامامي ويجي عليه وجه خلفي بحيث انه يحكمه، ما يكون في اي تسريب وما يكون في اي تلوث لا سمح الله. ممكن استاذ حمد شباب طيب نخليه نجرب. يا اخي شباب تعطوني معليش الحين خالد الطبقه الثانيه تركب من برا، تمسك بايدك اول مكان يعني تحتيه، ما راح نعمل فيها حاجه، خليها بحيث انه بدينا نربطها حتى تساعدنا على احنا اوكي ما في مشكله. احنا نبتدي من هنا استاذ حمد، تاخذ الاستنزل معي، تاخذ الوضعيه بحيث انه تحكم الملتقى الصفيحتين، صحيح هنا بالضبط، ايدك حمد بالضبط هنا، طيب فخلاص انا الان هي ثابته، طيب فتبتدي بهالطريقه، راح نحط اللي هو البرقي من الداخل، طيب بهالطريقه، والواشر بس ونبدا نربط من برا. بالضبط الواشر والصامولة من الخارج، وراح تراعي البلانس بالربط كامل بحيث انه صحيح تكون يعني تكون نفس الشده، نفس الموضوع بالضبط. في كل فتحه هو الاساس بانه شخص من الداخل وشخص من الخارج. تفضل. طيب خالد في نفس الوقت
شو الهدف من تدريب شباب جداد في هذا المجال او بالذات في امر المياه والاسحاح اللي احنا قاعدين نشتغل؟ رؤيه الهلال الاحمر القطري بانه توعيه الفرد هي اساس توعيه الفرد في المجتمع. صحيح. يعني اللي معانا لو انت حضرتك شايف مش جميع اللي معانا هم متطوعين الهلال الاحمر القطري، هو انا اقول لك فيهم عدد كبير متطوع مع الهلال، ولكن ايضا من اهداف الهلال الاحمر القطري بانه يوعي المجتمع، فلذلك فيهم من شرائح المجتمع المحلي من جميع الشرائح، من فئات النساء، الرجال، الموظفين، مدنيين، عسكريين، جميع من جميع يعني مكونات شرائح شريحة المجتمع. طيب. فالهدف بأنه احنا نوعي الفرد ويكون عنده اطلاع لا سمح الله للتعامل مع بيئة الكوارث. صحيح. وكيف انه هو يخدم نفسه ويقدم الخدمات هذه اللي موجودة بالمنظومة بشكل صحيح. طيب خالد، هذين الشباب متى ان شاء الله يكونون جاهزين للانطلاقة؟ ان شاء الله باذن الله الشباب بعد اليوم السادس، خلينا نقول او يعني السادس، خلينا نقول السابع، يكونوا ان شاء الله باذن الله على اهبه الاستعداد للتعامل مع اي طارئ لا سمح الله، في سواء في مهمات خارجيه خارج الدوله او لا سمح الله في 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 اي يعني مكروه، يعني مثلا لا سمح الله طبعا معيد مكرر ممكن نتعرض لي في بيئه المياه والاصحاح في برنامج المياه والاصحاح. خالد بيض الله وجهك وما قصرت استاذ حمد، طبعا انا بكمل معاكم ان شاء الله وبعدين بنرجع لهم. الله يحفظك رب العالمين. الله يسلمك يا اخي، اهلا وسهلا. لا يجزاك الله خير. مشاهدينا، كان معانا خالد المري مشرف على التدريب في المياه والاصحاح، ومثل ما انتم تشوفون الشباب كلهم مجتهدين وان شاء الله بيكونون جاهزين من اليوم السادس. الله لا يقول في حدوث اي كارثه، والله يبعدنا عن الكوارث، امين يا رب العالمين. وهذا كان ما لدينا من المخيم، بنستمر معاكم ان شاء الله في تغطيات، نرجع لكم الاستديو، ولكن انا بكمل مع الشباب. يلا عساك على القوة، وأيضا الله يقوي الشباب على المجهود اللي قايمين فيه. أنا فعلا عجبني الإقبال اللي يعني الشباب كلهم ما شاء الله في تعاضد مع بعض. يعج المكان. أي المكان فعلا تحسين لا الشباب رايحين ويعني مقبلين على الموضوع. شفنا واحدة. إيه أنا شفت واحدة، أنا استأنست وايد لما شفت واحدة، قلت يعني فعلا في تعاون بينهم وتحسين كل واحد شايف شغله وماخذين الموضوع جدا. شفتي النداء اللي قلتي عنه، هاي النداء اللي خلاهم فعلا كل واحد ياخذ الموضوع جد. فعلا على أهبة الاستعداد باكر يكونون جاهزين، ان لا قدر الله صار شيء فهم موجودين لخدمه هاي الوطن، وموجودين لكل يعني عشان يساعدون كل اللي عايشين على هاي الارض الطيبه. وهذه جزء من الخدمه الوطنيه. اذا انت قلتي كنا في الخور. نعم. والحين بنرجع الى سوق واقف حصه. نعم، عند نديبنا سعود المعاضيد اللي بيكلمنا وبيسلط الضوء على صناعه السيوف من سوق واقف. تفضل سعود، احنا معك. يا مرحبا يا حصة ودعاء، أرحب فيكم وأرحب مشاهدينا الكرام، وأنا موجود في محل غيث لسيوف الجوهر، إن شاء الله بنتعرف على أنواع السيوف وشلون تصنع السيوف. ومعي السيد خليفة بن غيث الكواري صاحب محل غيث لسيوف الجوهر، نرحب فيك، لو تعرفنا عن كيفية صناعة السيوف. والله صناعة السيوف يعني تبتدي من النصل، أهم شيء صناعة النصل تكون من الفولاذ أو الحديد، بس الأغلب يكون من الفولاذ، بعدين لبسه نفصل عليه الخشب، وبعدين مثلا نركب عليه الفضة ونسوي النكش، مثلا نكش إسلامي، نكش نباتي، بعدين نركب المقبض، نحط مثلا المقبض يكون من العاج أو من العظم أو من الخشب على حسب مثلا طلب الزبون، يعني الزبون هو اللي مثلا يختار نوع السيف أو ديزاين. والأدوات اللي تستخدمها يعني في تصنيع السيوف تعرفنا عنها، فهل في أدوات معينة؟ والله الأدوات القديمة لنا الحين بس إنها على شكل مطور شوي، يعني هو كله شغل يد، بس إن فيها الأدوات مثلاً المكينة اللي ندوب الفضة فيها ونطلع منها صفايح، عقب نركبها على السيف وناخذ مقاسات، وناخذ لين يطلع مقاسات اللي نبيها بالضبط على السيف، يعني تلبيس له، وعقب ندخل فيه في الديزاينات وندخل عليه احجار ولا الماس على حسب مثلا طلب الزبون، يعني النوع اللي في خاطره. يعني
يعني ممكن انه الزبون نفسه يجيب يختار يعني مثلا السيف اذا وده انه يحط عليها احجار كريمه، هل انت توفرها ولا هو اللي يجيبها؟ والله اذا هو شيء عنده يعني مثلا شيء غالي هو ماخذه بيركبه على السيف بيتميز فيه بالعكس يعني يجيبه ويحدد الاماكن اللي بيحطها وين ونتفق عليها بس ونشتغل فيها. وفي انا عندي احجار في الفيروز والعقيق والزمرد والالماس يعني بشكل ضعيف شوي، بس ان الاحجار الثانيه هي شوي اللي طاغيه اكثر على السيوف يعني والفيروز بعد. بغيت لو تعرف مشاهدينا الكرام عن انواع السيوف اللي موجوده. انواع السيوف هي المستقيم اللي يقولون عنها القرده، وعقبه هي الحدب اللي فيه حدبه شيء بسيط، وبعد الهلالي اللي هالقطر هم اللي مثلا اكثر شيء اللي ياخذونه، وبعد العكف اللي عكفته زياده يعني على الهلالي. لو تعرفنا يعني حتى اللي عارف انك تصنع بعد خناجر وشلفات عرفنا عنهم. الخناجر هي اكثر شيء الخناجر العمانيه هي اللي اكثر شيء يعني مثلا يلبسونه هنا اهل القطر، وفي الخنجر نفس خنجر المؤسس بعد مثلا في عليه اقبال، بس ان الاقبال بين الخناجر والسيوف السيوف اكثر. والشلفه هي نوع من انواع الرمح، الرمح فيه 12 نوع، والشلفه هي من انواع الرمح، وهي اللي تتقدم حق الهدايا بس احنا ما نستخدمها حق العرضات يعني. الله يعطيكم العافيه وبيض الله وجهك يا ابو غيث. مشاهدينا الكرام مثل ما تعرفنا على انواع السيوف اللي موجوده في محل غيث للسيوف الجوهر والخناجر اللي موجوده وكيف يتم تصنيعها وشلون كان يعني نشوف الاقبال يعني يتزايد يوم ورا يوم على هذا المحل، وان شاء الله بنكون معاكم الاسبوع الجاي في محل ثاني انتظرونا. وهذا اللي عندي وارجع الخوات في الاستديو. شكرا سعود على يعني فعلا هذه الاطاله من سوق واقف. اذا حصه نبقى في اطار التراث الاصيل المتعلق بالاسلحه ونشوف تقرير عن العرضه والسيوف ودلالاتها في تراثنا القطري، خلونا نشوفه. حكى لنا التاريخ عن الكثير من الفنون الشعبية والفلكلورية وسطر لنا أصلها وكيفية ممارستها حتى أصبحت متأصلة بنا. من أجمل ما تعلمناه من الفنون الشعبية فن العرضة اللي كان يسمى فن الحرب. نشأت العرضة قديماً عند الاستعداد لخوض الحرب، وكانت تستخدم لاستثارة حماس المقاتلين. تستخدم الأسلحة عموماً في العرضة مثل البنادق والخناجر والسيوف. للسيف أهمية خاصة ودلالة مميزة في حياة هالقطر، له العديد من الدلالات السامية، فهو يظهر في شعار الدولة. أصبحت صناعة السيوف حرفة يسعى صانعها لإتقانها والإبداع في زخرفتها وتزيينها. شرط أن يحتفظ السيف بشكله الأساسي وقياساته الأصلية. تحول استخدام السيف اليوم من الحرب إلى العرضة، اللي تحولت أيضاً إلى تعبيرات تصف مواقف الفخر والاعتزاز، فهي تراث أصيل من الماضي يرمز للشجاعة والرجولة. صراحة يعني بهذا التقرير احنا يعني نستغني اليوم عن صورة الانستغرام، هذه صورة تراثية جميلة جدا. وطبعا من يعني هاي الصورة اللي انت تقولين عنها نعم. نشجع المشاهدين انهم يتواصلون معنا ويرسلون الصور اللي تعجبهم، وطبعا نستقبل اسئلتكم واستفساراتكم، راسلونا على ايميل البرنامج صباح دوت رباح @ريان دوت تي في. ايضا لا تنسونا على صفحة البرنامج على الفيسبوك
وايضا هاشتاج صباح رباح على تويتر. نشوفكم على خير، في امان الله.